مبروك يا ميرفت اللي حصلت على حقك. وين؟ شايف الشغلة يا شلالوم؟ وأنا وين حصتي؟ بيقصد حصته من التهاني. لا، ميراث. بلى. تفضل أستاذ، تفضل تفضل. مبروك يا حبيبتي. أنا لا يمكن أقول مبروك، دي إجراءات غير قانونية. إذا لزم الأمر هروح لوزير العدل. ما تتعبش نفسك يا عمي، ثروتي هي ثروتك. كوتي، أنا مش عايز إحسان. تعال يا مرة، إذا ما عجبك روح بلة البحر. أنت بلة البحر. لا بدي بلة البحر ولا بلبل حالي بالمي. ده كنز ستك المشهور الأميرة فاطمة، وقيمته ما تتقدرش بتمن لأنه تذكار هي تركتهولك. أرجوك يا خالتي، أنا ما استحقش المجوهرات الغالية دي، وغير معقول إني أحملها. دي ملكك يا ميرفت، وحتحمليها في المناسبات الهامة. بكرة مثلاً حيكون في الحفلة وزراء ومجموعة كبيرة من الدبلوماسيين، وضفت الشرف الأميرة أماليا أميرة فراكنبورغ. أنا؟ إزاي حقدر أقابل الشخصيات الكبيرة دي؟ بالعكس يا ميرفت، أنت تقدري تكوني سيدة مجتمع من الطراز الأول. أنا مصرة أقدمك بكرة للأميرة أماليا. الله يديمك فوق راسنا يا خالتي. يبقى لي رغبة واحدة قبل ما أموت، إني أشوفك أنت وكمال سعداء ومتجوزين. تقبليني يا ميرفت؟ أنا وافقت على خطوبتي من كمال، ودي كلمتي. يعني أنت مش خايفة؟ أخي خلينا نتفاهم برواق. أنت ليش عصبي؟ أنت خلك سيجار. شعلو. شفت شلو؟ كل شي بالرواق بيصير. تفضل شعل. يا سيدي، كنت عم تحكي لنا عن العقد، بقى شو القصة؟ أنا بحكي لك، يا أدري بيك ولا فريهان، المرة الثانية لما بتعطيها ورقة مهمة لازم تحفظها محل أمين. يا سيدي هذا أغلى سيجار شربته بحياتك. دخان الهنا. سهلاً معالي الوزير، تفضل. شكراً. أهلاً كمال. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً سمو الأميرة. تفضلي. أهلاً سمو الأميرة. ناصري. معالي وزير العدل أحمد شكوغلو. تشرفت. أنشانتي. تفضلي. تفضل. أنا سعيدة إني شفتك يا سمو الأميرة. وأنا أسعد يا نظمي. تعرفي أنا مشتاقة أوي إني أتعرف على بنت سفينة أز. يا معالي الوزير، فضيحة عالمية. بنت من الشارع، لا من لحمنا ولا من دمنا. ممكن أقابل معاليكم في الوزارة؟ هاي اختي، اختي هاي يا شباب. بعيد لوين اخذ اختي؟ واقف له. انت في الحقيقه جميله قوي، وبتفكريني بستك الاميره فاطمه الله يرحمها. أسرتيني بلطفك يا سمو الأميرة. اسمحي لي بالرقصة دي. يشرفني يا معالي الوزير. عن إذنك.
أنا آسف لأني كبير في السن ورأسي على قد. بالعكس، معاليك روحك شابة وقدوة للشباب حتى بالرأس. أنا سعيد جدا يا مدموزيل، ولكن جا دور الشباب. عن إذنك. بنت مدهشة، دول لايقين لبعض قوي. قضيتك مشكوك فيها يا بابا. كل الناس بتبصلك، ده يوم انتصارك. البركة فيك يا كمال، انت اللي وصلتني للانتصار ده. انا فخور بيك يا حبيبتي، ما تقدريش تتصوري قد ايه. اسمحيلي بالرقصة دي. تعرفي يا سمو الأميرة بأن القفزة العالية يمكن تكسر رقبة صاحبها؟ يا سلام على اللطف. يا ترى الناس الموجودين لو عرفوا بأن نجمة الحفلة بنت غجرية لموها من الشارع هيقولوا إيه؟ يقولوا إنك سافل وحقير، ونجمة الحفلة هي صاحبة القصر وتقدر تطردك في أي لحظة للشارع اللي بتتكلم عنه. رايح فين؟ بدي يدخل على القصر. انا جاي مخصوص من لبنان لحتى اشوف ابني وبنتي. انت مين؟ قلت لي ابوك اسمه مشعل. اي نعم، مشعل بيك الطوشي، واصلنا من مشعل الثاني. اعرفه؟ لا ما بتعرفه. لانه ما له اقامة دائمة، دائما بيتنقل. فعلا بشتغل بشريط الدبلوماسي. بشريط الدبلوماسي؟ يعني بالسلك الدبلوماسي. ما شاء الله ما شاء الله. انت نزلت علي من السماء. وين بنتي؟ انا هوريك بنتك، بس على شرط. هو بابا كان سفير مشعل الثان. يا ساتر، هي نهاية العالم. اي نعم، مشعل الثان كتير بعيدة. بالعكس قريبة كتير. دير وشك وشوف مين مشعل الثان بحالها. سمو الأميرة صاحب المعالي أصدقائي، عندي خبر سعيد اسمحوا لي أقوله لكم، وهو إعلان خطوبة مرفت لابني كمال. لحظة واحدة من فضلكم، لحظة من فضلكم. في شخصية كبيرة وصلت في الوقت المناسب ده عشان تهني العروسين. عايز ايه؟ انا جاي بارك للاميره. الف مبروك. اهلا وسهلا، شرفت. اعتبر نفسك في بيتك. تفضل يا شيخ مشعل، تفضل. أنا ضعت، فهمني الموضوع. بعدين بعدين. وين غوار وأصنام بيت؟ بدي أشوفهم. أنا محتار، معرفش فين اختفوا. ابويا فين؟ طمني طمني، اعطيته قدحن بيت قاعد عم يشربه. عم تسالي على ابوك؟ يسالي علينا نحن وين صفينا. كل الحق عليك، انا قلت لك من الاول لازم نمشي. يا ساتر استر يا رب. سلموا لي عليه. حاضر. ومبروك مره ثانيه كمان. في ايه يا الما؟ مصيبه كبيره. ايه؟ مصيبه كبيره يا ادري بيه. تعالى تعالى شوف. عم اذنكم. تعالى شوف. ايه ده؟ مش قلت لك مصيبه دم؟
يا جماعة؟ اسألي سلطان بيك. اللي طالع على حمار على السطح بده ينزله. ها الحل عند هالمصيبة اللي طلعت لنا من يوم وصولنا عند أدري الزفت. أنا قدمت الحل لكن أنتوا رفضتوا وحاولتوا تلعبوا عليا. أنت تقبل يا بابا تهدم سعادتي وفوق كده أروح السجن؟ يا بيبي هون عليك، ولاد الأشراف يروحوا على السجن. شو رأيك تاخد 5000 ليرة وترجع لبيروت؟ معقول؟ أنا حدي لك 10000 لو فضلت هنا. معقول؟ يا بي علي ب15000 وسافر. معقول أكثر؟ بس أرجوكم إيه الحل اللي تشوف؟ تتجوزي أدري بك لأنه مصلحة أبوك هيك. تعيش يا شيخ مشعل. أمرك. بكرة حالي مفسخ خطوبتي من كمال. مجنونة؟ بس أرجوكم ما حدش الداخل، سيبوني أرتاح. وأنا مش حنسى حشوف خاطركم قبل ما تسافروا. الله يكسر بخاطره. تفضل يا شيخ مشعل. تصبحوا على خير. الله لا يصبحك بخير. يلا جهزوا نفسكم، احنا لازم نمشي من قصر الليلة. وين بدنا نروح؟ والماسطي؟ بداهية انت والماسطر. معها حق، نحن لازم نمشي فورا قبل ما تنفضح المسألة وتكبر أكثر من هيك.